السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام كده، احنا الحمد لله خلصنا كده الشدة وعد عليها الوقت بتاع الحل بتاعها وبدأنا نحل فيها. زي ما احنا شايفين الشكل النهائي للشكل بتاع الجمالون بتاع البهو اللي موجود في الشخشيخة او القبة اللي موجودة في سقف المسجد من النص، زي ما احنا شايفين اهو من الجنب. وادي الجمالون بتاعنا في النص عالي، المسافة ما بين النص لحد هنا حوالي 90 سنتي، زي ما احنا شايفين الكاميرا في النص 90، هنا على 40، المسافة ما بينها في النص 50 سنتي. ادي الجمالون كده، وادي الشكل بتاعنا زي ما احنا شايفين في القبة، غير الشكل المسمن الداخلي من بره. طبعا في 4 ركائز عمدان اشتغلنا عليهم، وزي ما احنا شايفين الخشب اللي اتحل هنا لسه عندي المدنة هتتعمل، برضه هبقى اصورها لما تخلص. ده كده الجمالون بتاعي، ال4 ركائز العمدان الاساسيه اللي حملت عليهم ال4 كاميرات، وال4 كاميرات جيت في النص في عمودين في الكاميرتين الكبار، وفي 8 شمع الصغيرين اللي هم بتوع الشكل المسمن. وزي ما احنا شايفين من فوق في كاميرا ايه مقلوبه. ده كده الفينش والشكل النهائي بتاعنا زي ما احنا شايفين. ان شاء الله برضه هنبقى نصور بقيه الشغل ونصوروه وننزلوه باذن الله على القناه. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده كان شكل النهائي للقبة المسمنة معمولة جملون في النص.